تنتمنى هاد النقطة هادي يعني تفهموها مزيان، يعني تعرفوا فوق العمود فين تخدموه. غادي نستمروا في الزواقة ديالنا، يعني غادي نخدم العمود الثالث ثم العمود الرابع بهذا الشكل هذا. هنايا كيف ما لاحظتوا هنايا فالعنكبوت ديالي صافي غادي نبقى نسدها، يعني غادي نكتفي انا بخمسة ديال غرز حشو الوسط. ممكن نتوما الا بغيتو توسعوها اكثر من هكا غادي ديروا سبعة، ولكن انا غادي نكتفي، يعني غادي نكتفي بهذا القدر هذا لان صغيره وجات مالحه من الاحسن، يعني جات زوينه. كيف ما لاحظتوا هنايا شنو غادي ندير هنا، من بعد ما خدمت عمود فوق كل عمود عندي هنايا سلسله او سلسلتين، غادي نخدم عليهم عمودين، واحد اثنان بهذا الشكل، ثم غادي نخدم سلسلتين واحد اثنان، وغادي نجي لهاد السلسله اللي عندي هنا نخدم عليها خمسه ديال الاعمده، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة بهذا الشكل. ثم غادي نخدم ثلاث سلاسل، وغادي نجي لحد مزيان نفس النقطة اللي غادي نشرح لي شرحت لكم هنا، غادي نعاود نشرحها لكم هنا. عندي هنايا خمسة ديال غرز حشو، ها هي غرزة حشو الأولى، يعني ما غاديش ندخل أنا، غادي نخدم غير على ثلاثة الوسطانيين، يعني هادي غرزة حشو الأولى ما غاديش نجي نخدم هنايا. إلا خدمت هنا ها واحد ها اثنان ها ثلاثة، أشنو تتلاحظو؟ تتلاحظو بلي راه الشكل ماجيش ماشي هو هداك، يعني أش غادي نخلي هاد غرزة حشو الأولى هاد السلسلة كيما قلت لكم، هاد السلسلة فهي ديال غرزة حشو الأولى، يعني غادي نمشي لغرزة حشو الثانية هنا في هاد المكان بالضبط، نخدم غرزة حشو الأولى من هاد السطر هذا، ثم نخدم غرزة حشو الثانية، ثم الثالثة، لاحظتوا؟ من بعد غادي نخدم ثلاثة سلاسل، يعني غرزة حشو الأخيرة ما غاديش نخدم عليها، غادي نخدم ثلاثة ديال السلاسل، وغادي نجي لهاد السلسلة نخدم خمسة ديال الأعمدة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. ثم غادي نخدم سلسلتين ونجي لهاد السلسلة أو هاد الفراغ نخدم عمودين، ثم نخدم عمود فوق كل عمود. هنايا طبعا عندي أربعة الأعمدة، نبقى محتفظة على نفس العدد، واحد اثنان ثلاثة الكروشيه كما تتعرفوا فهو كله حساب، يعني انتي انت تخدمي وانتي تتحسبي. الا مشى لك عمود غير في شي قنت كوني اكيده بلي راه الزواقه ما غاديش تطلع هي هذيك، واحد اثنان ثلاثة غادي نرتفع بثلاثة سلاسل. ثم لاحظوا ما غاديش نجي نخدم عمود هنا، غادي نجي لهنا ونخدم العمود الثاني، ثم العمود الثالث، يعني غادي نخدم هنا عمود فوق كل عمود. كيف ما لاحظتوا الزياده راه صافي سالينا من الزياده، يعني دابا غادي نبقاو خدامين عمود فوق كل عمود. عندي 6 ديال الاعمده، ما بقاو عندي 6، يعني ديما خاصني نبقى نحسب، عندي 6 في السطر السابق، هنا خاص يكون عندي 6، وبالطبع غادي نضيف عمودين فوق هاد السلسلتين باش نحصل على 8 ديال الاعمده. هاد 8 ديال الاعمده اللي عندي هما نفسهم خاصهم يكونوا عندي في النهايه ديال السطر. من بعد غادي نخدم سلسلتين، ثم غادي نجي لهاد السلسله نخدم خمسه ديال الاعمده، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه. عندي هنايا خمسه ديال الاعمده، من بعد غادي نخدم سلسلتين بهذا الشكل،
وغادي نجي لهاد المجموعه هادي ديال الغرز حشو. عندي هنايا ثلاثه، يعني غادي نخلي غرزه حشو الاولى، غرزه حشو الثانيه نخدم عليها عمود، يعني هاد العمود خاصو يجيني الوسط. عاد غادي نخدم سلسلتين ونجي لهاد السلسله هادي نخدم عليها خمسه ديال الاعمده، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه. ثم غادي نخدم سلسلتين بهذا الشكل، وغادي نجي لهاد السلسله هادي نخدم عليها سلسلتين، وغادي نجي لهاد السلسلتين نخدم عليهم عمودين كما العاده، ثم نخدم عمود فوق كل عمود. ما ننساش العمود الاخير طبعا. هنا الى حسبت فانا غادي نلقى نفس العدد اللي كانوا عندي في البدايه، يعني غادي في البدايه ديال السطر يعني غادي خاص يكون عندي 8 ديال الاعمده، 1 2 3 4 5 6 7 8. من بعد غادي ندور الخدمه نرتفع بالثلاثة سلاسل، غادي نخدم عمود فوق كل عمود. عندي هنا 8 ديال الاعمده، 8 ديال الاعمده غادي ندفع لهم عمودين فهاد فوق هاد السلسلتين هادو، غادي نحصل على 10 ديال الاعمده. كيف ما تلاحظوا في الزواقه حنا ديالنا بدينا تنسدوها، لاحظوا الفرق ما بين هاد العنكبوت والعنكبوت اللي مورفين تنخدمو. هادي تجي مسدوده، يعني هاد الفراغات هادو تيكونوا مسدودين لان الاخرى تنخدموا فيها عدد سلاسل كبير، العكس ديال هادي. لاحظوا الشكل ديالها كتيجي، يعني تجي هاد الفراغات هادو تيجيو مجموعين. هنا طبعا خدمت عمودين، ثم غادي نخدم سلسلتين كما العاده، وغادي نجي لهاد السلسلتين هادو اللي عندي الوسط غادي نخدم عليهم خمسة ديال الأعمدة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة بهذا الشكل هذا. ثم غادي نخدم سلسلتين، وغادي نجي مباشره لهاد السلسله اللي عندي في السطر السابق نفس الشيء، غادي نخدم خمسه ديال الاعمده، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه. غادي تكونوا تلاحظوا بلي الرزوقه ديالي بدات تجمع هنايا، ولكن من بعد راه غادي تسرح كما هو الشأن هنا. من بعد غادي نخدم سلسلتين، عفوا السلسله الاولى ثم الثانيه، وغادي نجي مباشره لهاد فوق سلسلتين نخدمها او نخدم عليهم عمودين، وفي نهايه السطر غادي نخدم عمود فوق كل عمود. كانوا عندي 10 في بدايه السطر، يعني نفس العدد غادي يكون عندي في النهايه. واحد النقطه ثاني عاود هنايا اللي ما كثرت عليكم في النقط،
ولكن بغيت كلشي يفهم، ماشي كثرت عليكم النقاط. يعني هاد الاخطاء هادو تنشوفهم بزاف اكثريه عند المبتدئات، يعني هاد الاخطاء تيرتكبوهم بزاف بزاف بزاف. يعني بغيت غير نوضح هاد النقاط هادو. لاحظوا انا خدمت هنايا عمود فوق كل عمود، الا جيت نشوف غير بعيني غادي نكون خدمت عمود فوق كل عمود، ولكن الا لاحظتوا مزيان في العمود الاخير انا مازال ما خدمت عليه. علاش؟ لان هاد النقطه هادي كما قلت لكم فهي غير ديال العمود اللي ما قبل من الاخير. دابا عاد غادي نخدم العمود الاخير، العمود الاخير دي ما عندنا شويه مدرك. هو دابا انا اكتفيت بعدد الاعمده اللي عندي. طبعا غادي ندور الخدمه، نرتفع بثلاثه السلاسل بهذا الشكل هذا، وغادي نخدم ثاني عمود فوق كل عمود. لا فيديو يعني غادي يكون مقسوم لعده اجزاء، لانني يعني ما قطعتش، خدمت معكم كل شيء مباشره يعني بالتفصيل. واخا غادي يجي شويه طويل، ولكن غادي نحاول انني نقسمه. يمكن ثلاثه الاجزاء، المهم على حسب الطول ديال لا فيديو. بهذا الشكل يعني خدمت عمود فوق كل عمود، ما ننساش العمود الاخير. ها هو كيف ما لاحظتوا، فها هي دابا بدات تتبان عندي في هنايا مقاده. ثم غادي نخدم عمودين فوق هاد السلسلتين اللي عندي، نخدم سلسلتين وغادي نجي لهاد الفراغ اي فوق هاد السلسلتين اللي عند الوسط، نكمل المجموعه ديالي اي غادي نخدم خمسه الاعمده. واحد، اثنان، ثلاثه، أربعة، خمسة. غادي نزيد نخدم سلسلتين، ثم غادي نجي لهذا الفراغ نخدم عليه عمودين، وغادي نكمل العمل يعني عمود فوق كل عمود. ان شاء الله في اخر الفيديو غادي نبغي نوضح لكم واحد النقطه ثاني، يعني تبعوني حتى الاخير ديال الفيديو باش نقول لكم هذه النقطه هذه. يعني تنتمنى انكم الى سمعتوا يعني تعجبكم. يعني الا طرحت هذيك النقطه دابا فممكن انني نتلف على الخدمه وانا خدامه معكم، يعني غدا معكم نيشان. هنا كملت الاعمده ديالي، غادي نرتفع بثلاثه الاعمده بهذا الشكل، ثم غادي نخدم عمود فوق كل عمود كما درنا. كيف ما تلاحظوا فالعنكبوته الاولى كملناها، العنكبوته كي جاتكم هاد العنكبوته. المهم العنكبوته الاولى كملناها، دابا غادي نفتحو عنكبوته الثانيه. شنو غادي ندير هنا؟ غادي نخدم طبعا عمودين فوق هاد السلسلتين من بعد ما خدمت عمود فوق كل عمود، ثم غادي نخدم السلسلتين وغادي نطلق مباشره لهاد السلسلتين اللي عندي هنا، نخدم عليهم عمودين. واحد، اثنان، ثم نخدم عمود فوق كل عمود. تنظن ان في هاد السواقه هادي يعني ما غاديش تجينا ديك الحاشيه شويه عريضه، واخا كل زواقه وحلاوتها. شفتو ما غاديش تجيني عريضه، يعني هنايا شحال من عمود كان عندي الا جيت نحسب غادي نلقى واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة ديال الأعمدة. هنايا عندي أربعة ديال الأعمدة،
يعني بحال نقص 5 الأعمدة من هنا و5 الأعمدة من هنا، يعني المجموع 10 ديال الأعمدة. المهم حتى نطلع واحد شوية الزباقة عاد غادي يبان لكم الفرق. هنا غادي نكمل عمود فوق كل عمود حتى نهاية السطر. ثم غادي نرتفع ب3 سلاسل من بعد ما ندور الخدمة. طبعا غادي نخلي العمود، غادي نجي العمود الثاني نخدم عمود. كيف ما لاحظتوا في الاخير سنحصلوا على هذا الشكل هذا، يعني الشكل تيجي رائع ومختلف على زواقد العنكبوت المولفين تنخدموا بها. يعني هذه تجي مزيره. وغادي نكتفي بهذا القدر هذا، يعني في جزء موالي غادي نوضح لكم فيه كيفاش غادي نفتحوا الجوزه الثانيه او العنكبوته الثانيه. ما بقى لي الا نقول لكم الى الملتقى.